اليوم ان شاء الله بربي درنا مركز افطار وكنا الله يبارك معوزين واليتامى وفات الله يبارك بها ودرنا لهم اطباق شربه ورولي درنا كما نقولوا هنايا سلطه ولي فروي كارني وحميس والحمد لله يا ربي جا الغاشي وصافي بليزير والله صافي بليزير والله الحمد لله كاين اليد العامله الحمد لله كاين الناس اللي تعاون بزاف ونشكر ثاني ريستو بلاصه وفرنا كما نقولوا هنايا الماتريال وفرنا حوايج بزاف تما تخدم مسطره ومام ناس الخير يعطيهم الصحه ثاني الله يسلمك خويا وانتم ثاني كثر خيركم قناه الوطنيه ان شاء الله.